والذهب اليوم، ونبدأ بسعر العملة والدولار الأمريكي. الدولار الأمريكي سجل للشراء 30 جنيه 43 قرش، أما البيع ف 30 جنيه 53 قرش. اليورو شراء 32 جنيه 76 قرش، أما البيع ف 32 جنيه 87 قرش. الجنيه الاسترليني شراء 36 جنيه 97 قرش، أما البيع ف 37 جنيه و9 قروش. الريال السعودي شراء 8 جنيه 11 قرش، أما البيع ف 8 جنيه و13 قرش. الدينار الكويتي شراء 99 جنيه و49 قرش، أما البيع ف 100 جنيه. ده بالنسبة لأسعار العملات حتى هذه اللحظة. طب تعالوا نشوف أسعار الذهب، هل حدث أي تغير؟ أعتقد أن أسعار الذهب ما تغيرتش عن أسعار الأمس بعد الصعود الطفيف اللي حصل بالأمس. فنلاقي عيار 18 وصل ل 1474 جنيه، عيار 21 1720 جنيه، عيار 24 1966 جنيه، أما الجنيه الذهب فوصل ل 13760 جنيه. دي كانت أسعار العملات والذهب حتى هذه اللحظة، وهنشوف بقية اليوم لو هيحصل أي تغير أو لا.